السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا سنتناول درس جديد للقوى المغناطيسية قانون لابلاس خاص بتلاميذ أولى بكالوريا علوم تجريبية وعلوم رياضية. وخلال هذا الدرس إن شاء الله ننسى أن نرى الإبراز التجريبي لقوة لابلاس بحيث تعتبر التركيب التجريبي التالي الذي يتكون من مولد جي مرتبط بساق أبي رأسية تمر عبر مغناطيس على شكل U بحيث أن بين طرفي المغناطيس هناك مجال مغناطيسي B متجه من N نحو S منتظم. الطرف السفلي مغمور في محلول إلكتروليتي إذن فهو قابل للحركة. أنا قاطع الطيار طبعا فلإغلاق وفتح الدار الكهربائية في البداية يكون قاطع الطيار مفتوح إذن شدة الطيار التي تمر في الدار منعدمة. المعدلة فدورها هو التحكم في شدة الطيار بحيث أن يمكن أن نخفض المعدل المقاومة على المعدلة وبالتالي تزداد شدة الطيار وسنرى تأثير ذلك على الساق. إذا لنرى التركيب التجريبي. إذا لاحظوا عند إغلاق الدار الكهربائية ما الذي يحدث إلى الساق. نعيد التجربة. لاحظوا إغلاق الدار الكهربائية الساق إذا تحركت نحو اليمين. إذا عند إغلاق الدار الكهربائية تنحرف الساق AB عن موضع توازنها الرأسي. إذا فنقول بأنها تخضع إلى تأثير ميكانيكي يسمى بقوة لابلاس. طبعا عندما نغير منح التيار الكهربائي بقلب ربط المولد أو بقلب المغناطيس بحيث يتجه نحو الأمام فمنح انحراف الساق يتغير. إذن يعني أن منح القوة قوة لابلاس تتأثر بمنح التيار وكذلك منح المجال المغناطيسي. في غياب المجال المغناطيسي طبعا فليس هناك أي تأثير ميكانيكي. إذن التأثير الميكانيكي يكون بمرور التيار الكهربائي وبوجود المجال المغناطيسي. إذا كاستنتاج قانون لابلاس يقول يخضع جزء مستقيم من دار كهربائية طوله L يمر فيه تيار كهربائي شدته E ومغمور في مجال مغناطيسي شدته B إلى قوة لابلاس F يساوي EL جداء المتجه هذه علامة الجداء المتجه B EL فيكتوريال B ومميزاتها هي نقطة التأثير هي منتصف الجزء المستقيم المغمور في المجال المغناطيسي ويمر فيه تيار كهربائي ماشي ليست هي منتصف الساق وإنما منتصف الجزء المغمور من الساق. الاتجاه فهو المستقيم العمودي على المستوى الذي يكون السلك والمتجه. المنحى يحدد باستعمال إحدى القواعد التالية. إذن أولا قاعدة ملاحظ أمبير. إذن تلاحظون يقف ملاحظ أمبير طول على الموصل الكهربائي بحيث يجتاز التيار الكهربائي من الرجلين إلى الرأس وينظر إلى في اتجاه B فيشير بذراعه اليسرى إلى F فيشير. إذن التيار الكهربائي يمر من الرجلين نحو الرأس وينظر إلى منحى B ثم بذراعه اليسرى يشير إلى F. بالنسبة لقاعدة اليد اليمنى فتوجه اليد اليمنى وفق منحى التيار يعني التيار الكهربائي يخرج من أطراف الأصابع ورحى اليد موجهة نحو B
لو أن بي متجه الأحسن خصو يقلب اليد، فيشير الإبهام هو الإبهام إلى منحى إف. منحى إف. ثم قاعدة أصابع اليد اليمنى كما توضح الصورة، فالسبابة تشير إلى منحى التيار الكهربائي، والوسطى تشير إلى منحى بي، والإبهام يشير إلى إف. إبهام يشير إلى إف. إذا آخر مميزة لقوة لابلاس هي الشدة، فنحسبها باستعمال هذه العلاقة. F تساوي E شدة التيار، L طول السلك الموصل، B شدة المجال المغناطيسي مضروبة في القيمة المطلقة للسينوس الزاوية التي يكونها L مع B. تمرين تطبيقي يعطي الشكل التالي الحالات الأربع الممكنة عند عكس منح التيار E ومنحى ب، يعني ذاك التركيب التجريبي السابق. مثل في كل حالة قوة لابلاس عند ان، ونشير هنايا إلى أن المتجه ب عندما تكون متجهة للأمام يعني نحونا، ممكن تأخذ ستيلو وتوجه نحوك، توجه للأمام، إذا سترى رأس تاع ستيلو، وبالتالي فمتجه ب في هذه الحالة تمثل بنقطة، إذا هذه خارجة ب خارجة. والعكس إذا كانت بي داخلة، يعني ستيلو لا كان متجه نحو الحاسوب أو البورتابل اللي كنت كتفرج في البورتابل، ف تمثل بهذيك العلامة ديال كخوا. إذا هنا لدينا الحالة الأولى إي نحو الأسفل، وبي كيف هي داخلة. إذا إلا استعملنا قاعدة اليد اليمنى، إذا غنوجه أطراف الأصابع نحو الأسفل، وراح اليد موجهة للوراء، موجهة للشاشة ديال الحاسوب أو البورتابل اللي عندنا إلا كتفرج في البورتابل، وبالتالي فتعطينا إف نحو اليمين. طبعا بالنسبة للحالة الأخرى سيكون العكس، وهكذا نتحقق من هذه الأجوبة. إذا ثانيا كبيرة التطبيقات، إذا أولا سكتا لابلاس، إذا نشاهد الفيديو التالي. إذا هنا لدينا سكتي لابلاس، إذا بحيث أن الساق نضعها بين مغناطيس على شكل U، التيار الكهربائي طبعا يخرج، هذا يوضح منح التيار الكهربائي، إذا يتجه نحو القطب السالب، يعني أن التيار الكهربائي في هذا المنحى هذا. إذا أطراف الأصابع تشير إلى منح التيار الكهربائي، وبي نازلة نحو الأسفل، لذلك راح اليد موجهة نحو الأسفل، إذا الإبهام يشير إلى منحى إف، وبالتالي هذا الساق هذه ستنحرف في هذا المنحى عند مرور التيار. لاحظوا التجربة، إذن المجرب سيعيد التجربة، سيعيد إغلاق الدارة الكهربائية، يغلق الدارة الكهربائية، إذن تنحرف في هذا المنحى. إذن التمرين موجود في الكتاب الدراسي المسار المطلوب إنجاز هذا التمرين. ثانيا صغيرة مكبر صوت الكهروديناميكي، إذن هذا مكبر الصوت فتتكون من مغناطيس دائري بداخل المغناطيس وشيعة مرتبطة بمولد، وهذه الوشيعة مرتبطة كذلك بالغشاء قابل للحركة، طبعا مع حامل للوشيعة ومربط الوشيعة. إذا سنرى من خلال هذا الفيديو كيفية اشتغال مكبر الصوت. إذا عند مرور التيار الكهربائي نلاحظ بأن الوشيعة هنا في حالة حركة، إذا عند مرور التيار الكهربائي فالوشيعة تكون في حالة حركة، هذا الغطاء ديال الوجه المكبر في حالة حركة، بحيث أن الغشاء كذلك يكون في حالة حركة ذهاب وإياب، إذا بحيث أن كل
لفة عند مرور التيار الكهربائي تخضع لقوة لابلاس، حيث تكون عمودية على مستوى اللفة، ويتغير منحاها حسب منح التيار. إذا التيار متناوب الجاذبية نعرف بأنه هو دوري، ويتغير منحاه خلال كل نصف دور. إذا حركة ذهاب خلال نصف الدور الأول، وحركة إياب خلال نصف الدور التالي. إذا بالنسبة للوشيعة المكونة من N لفة، الوشيعة مكونة من N لفة، فهي تخضع للقوة الإجمالية F تساوي N بتيت F، مما يؤدي إلى تحريك الغشاء فيحدث الصوت. إذا المطلوب إنجاز تمرين 7 صفحة 204 من كتاب المدرسي المسار. ثالثا صغيرا، الفقرة الأخيرة، المحرك الكهربائي مغطى بتيار مستمر. لدينا هنا صورة تجسد داخل المحرك ومكوناته. فالمحرك يتكون من جزء ثابت يسمى بالساكن، وهو عبارة عن مغناطيس يحدث مجالا مغناطيسيا شعاعيا يتجه نحو محور الدوران. ثم الجزء الآخر المهم في المحرك يسمى بالدوار، وهو عبارة عن وشيعات رقم 3 ملفوفة حول نواة رقم 2 حديدية يمكنها الدوران حول محور الدوران رقم 5. هذه الوشيعات مرتبطة بما يسمى بالمجمع، وعبارة عن صفائح معزولة عن بعضها البعض ومتصلة بهذه الوشائع كما قلت، ومتصلة بمرابط الوشيعات وتدور مع المحرك. ثم الجزء الآخر مشطبتان لدوبالي، وهما عبارة عن يعني جزئين أو قطعتين من الجرافيت أو الفحم، وتتصلان بقطبي منبع التيار المستمر. بمبدأ اشتغال هذا المحرك سنراه من خلال هذا الفيديو. إذا لدينا هنا المحرك، إذا كما قلت يتكون من الساكن، الساكن هنا عوض مغناطيس لدينا وشائع ثابتة ومتقابلة تخلق مجالا مغناطيسيا شعاعيا يتجه نحو محور الدورة. ثم الوشائع هنا متصلة، أو الوشائع أو الدوار مرتبطة بالمجمع، وهذا المجمع يلامس هذه القطع من الجرافيت أو قطع من الفحم اللي كتسمى مشطبتان لدوبالي. إذا تلاحظون دوران، إذا عند مرور التيار الكهربائي في لفات الوشيعة فإنها تخضع لقوى لابلاس اف التي تؤدي إلى دوران. ولكي نفهم ذلك نعتبر جزء من المحرك، جزء بسيط من المحرك يتكون من المغناطيس الذي يخلق مجالا مغناطيسيا يتجه نحو محور الدوران، إذا ب وشيعة واحدة مرتبطة بصفيحتين ديال المجمع، الصفيحتين كما قلت غير ملتصقتين فقابلتان للدوران مع الوشيعة حول المحور ديال الدوران. ثم لدوبالي المشطبتان اللتان ترتبطان بالعمود. إذن عند مرور التيار الكهربائي، إذا التيار الكهربائي يخرج من القطب الموجب يمر عبر هذه المشطبة ويمر لهذه الصفيحة، الصفيحة الأولى، ثم عبر الوشيعة في هذا المنحى، ثم من الوشيعة لهذه الصفيحة، ثم نحو المشطبة، ثم نحو القطب السالب. وهذا الجزء الذي يمر فيه التيار الكهربائي، إذا إلى استعملت إحدى القواعد التي قلناها سابقا، مثلا قاعدة اليد اليمنى، إذا راح اليد هتكون موجهة لهذه الجهة، الأطراف الأصابع داخلة، وبالتالي الإبهام سيتجه نحو الأسفل. بينما بالنسبة لهذا غيكون أن الإبهام سيتجه نحو الأعلى، يعني قوة لابلاس تتجه نحو الأعلى. إذا هنا لدينا مزدوجة قوتين، فمزدوجة من حيال
متعاكسان ونفس الشدة، وخطين تيريما متوازيين، مما سيؤدي إلى دوران هذه الوشيعة. إذا لاحظوا، فملي كتوصل الصفيحة الأخرى نحو هذه المشتبة المرتبطة بالقطب الموجب، فغادي تغير هاد القوة متجهة نحو الأعلى، وستتجه نحو الأسفل، وهذه اللي كانت نحو الأسفل ستتجه نحو الأعلى، وهكذا، مما يساعد على الدوران في نفس المنحة. إذا لكي يحافظ الدوار على حركة دورانية في نفس المنحة، يجب عكس منح التيار كلما أنجز الدور نصف دورة، وهذا ما تقوم به المجموعة المشطبتان والمجمع. ولاحظوا جيدا الشكل، فيتغير منح التيار، وبالتالي يتغير منح قوتي لابلاس خلال كل نصف دورة، وبالتالي يؤدي إلى دوران المحرك في نفس المنحة. شكرا على اهتمامكم وتتبعكم، وإلى اللقاء مع درس جديد بحول الله.